اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نرحب بضيفنا العزيز الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن اخبارك ايه؟ كله تمام؟ منور الدنيا. كان معانا المفروض الاستاذ جمال او الاستاذ محمد وكلهم الحقيقه النهارده تعبانين. الف سلام عليهم. الف سلام عليهم، ارجعوا لنا بالف سلام. استاذ محمود كان طبعا استاذ محمود لوحده كفايه. يعني خليني ابدا مع حضرتك برؤيتك لما حدث في مباراه الاهلي وصن داونز. لا طبعا هي دون تاكيد هتبقى نتيجه عالقه في اذهان جماهير الاهلي. مظبوط. يا جماهير الاهلي صدمتها مش في النتيجه، لانه في يعني انديه بحجم الاهلي وسمعتها الكبيره مثلا في اوروبا في اي مكان بتتعرض لمثل هذه المواقف، لان هي دي الكوره. لكن الالم والصدمه جايه من مش التكرار بعد 4 سنين، جايه من الروح والاداء في الملعب. صحيح. بأمانة شديد هي دي كانت المشكلة الأساسية اللي أرقت الأهلوية وعملت حالة من الارتباك، وكأنه إعادة للمشهد بشكل مختلف، زاد عليه هدفين. يعني أنت كنت يعني 1-1، 2-1، 3-1، 3-2 وقربت، ما حتى ما استفدتش من الرجعة أنك أنت حتى تكمل بالروح والإصرار بتاعك. ممكن ترجع، ده بالعكس، ده التاني بيقول لك ايه، طب هي كده، طب خلاص انا هقدر اجيب. يعني عندما يمتلك فريق في قدراته اللي هي الحاجات من مميزات النادي الاهلي التاريخيه اللي صنع بيها تاريخه، انه كان لما بيحب يجيب جول بيجيب جول في التوقيت اللي هو عايزه. وارجع للتاريخ واقرا مواقف مواسم كامله كان الاهلي بيستطيع يخلص اي مباراه. ممكن تقول انت المباراه مش هتنتهي غير بواحد واثنين وثلاثه. النهارده متحول موقف يا كابتن اسلام، ما حدث في صن داونز يدق يعني جرس انذار في منتهى الخطوره. طبعا. يعني انا عاوز اقول يا جماعه عشان بس الناس تبقى منطقيا في تناول الامر دون انفعال وهيصه على الفاضي، لا يستطيع مجلس اداره الاهلي ولا القائمين على الامر اتخاذ اي قرار وانت في نص الموسم، انت عندك 5-6 بطولات. ستسعى بشكل جاهد انك انت تحقق منهم النسبه الاعلى بمزيد من، فانا دلوقتي ههدم المعبد على راس الجميع وفي الاخر نقعد نضحك مع بعض. لا، الاهلي اكبر من كده. يعني الاهلي مش اول مره يمر بالمحنه دي، جمهوره والناس اللي عارفه التاريخ كويس جدا ياما مر على الاهلي مواقف كتير جدا، سنه واثنين وثلاثه غابت عنه البطولات، لكن رجع اقوى وبقى عنده مثلا. احنا وصلنا لمرحله من خيال، لو انت عملت تقرير مفصل هتجد ان الاهلي عنده حقب، الحقبه الواحده بتقود من 8-9 سنين، 10 سنين بتبقى فيها بطولتين رايحين، 3 بطولات رايحين. الناس مع الجمهور تعود، زادت الثقافه كمان، اختلف الجمهور، تركيبه الجمهور دلوقتي يا جماعه ما عادتش زي الاول، زي تركيبه اللعيبه. يعني انت لما تيجي تسال اي حد مسؤول يقول لك انا عايز لاعب عنده روح. انا كان ميزتي الاساسيه ان انا بقاتل لغايه الدقيقه 95 و97، انا عندي ميزه اساسيه ان اللعيب بتاعي عنده قدرة انه بيسترد الكرة بتاعته في اسرع وقت، ما بيفرطش. يعني الاحتكاك والالتزام وافتكاك الكرة بالقوة واخذها بالسرعة والضغط الرهيب، الكلام دي بدأت تقل قوي في النادي الاهلي على فكرة من ايام منذ وجود وعود منذ حضور موسيماني. يعني مع كامل احترامي لموسيماني والانجاز اللي عمله، لانه في بعض الحاجات اللي يعني وقعت من النادي الاهلي صنعت نجومية بعض الاندية في الدوري المحلي، انك انت ما عرفش تكسبها، بتخسر معاها او تتعادل او تخرج مباراه. انت يعني عاوز اقول لك ايه، دي من الحاجات. فلما تيجي النهارده يا كابتن اسلام وتخسر من صن داونز 5-0 في 2019 وتعود الامور مره اخرى بعد 4 سنوات يتكرر هذا المشهد، مؤلم جدا جدا جدا. وعاوز اقول لك على حاجه، الجمهور معذور، بس عاوز اقول يا جماعه حق الجمهور طبعا. طبعا. لا يعني، ومن قال لك ان الاداره مش هتقدر تقول لك اللي عندها ايه، مش هتقول لك اللي في الغرف المغلقه. لا، في حاله حزن شديد جدا، وفي حاله وفي موقف على فكره، ولكن في مثل هذه صعب بقى على فكره. صحيح، موقف صعب يا استاذ محمود، ولكن في مثل هذه الامور وحضرتك يعني بالنسبه لي مثل كبير، بقالك اكتر من 20 25، يعني ربنا يديك الصحه والعمر، بتغطي النادي الاهلي وباسمك الكبير اللي موجود، معروف صراحتك ومعروف كل حاجه، فبالتالي عدت ظروف زي دي كتيره، ولكن في النهايه من يجد، او لو المسؤولين وجدوا حد مقصر، اعتقد ان انا يعني ما عنديش معلومه بكده، ولكن انا متاكد 1000000% ان سيكون هناك حساب وحساب عسير لاي مقصر، ولكن اختيار الوقت ده مش بتاعتي ولا بتاعت حضرتك. هنا الامور تحتاج الى حكمه يا كابتن اسلام، لابد من حكمه في 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 اتخاذ القرارات المناسبه، ومش لازم منك دلوقتي انا اعمل ايه. لكن انا عاوز اقول لك ايه، جاء الوقت
المناسب والنقطة الانطلاقة بأمانة شديدة وعمل مختلف عن المرحلة السابقة. انت لو شفت انت اكيد يعني انت كنت نجم كبير ولاعيب كبير وعصرت الجيل الذهبي. لا في فرق كبير جدا يا كابتن اسلام، في فرق في المواهب، في فرق في الكوره، في فرق في الاجاده. انا مش عاوز اقول لك، شوف لعيب صن داونز هو بوقف الكوره، كوره ما بتبعدش كانها مربوطه في الجزمه بتاعته. انت عندك في لعيبه بوقفها بثلاثه. ولكن بما ان حضرتك بتتكلم بهذا الشكل، هل ده يودينا ان هنا برضو النهارده وامبارح سمعت كلام غريب جدا من بعض اصدقائنا من النقاد والاعلاميين بيتكلموا لك ايه؟ اصل بص احط رجلي كده، لا يا استاذ محمود، والتكييف شغال والدنيا لطيفه، ويقول لك ايه؟ اصل بص صن داونز عنده 20 واحد في السكاوتنج بتوعه، عنده 20 محلل اداء. فانا بيني وبينك لما قعدت اسمع الكلام ده بقالهم يومين، الكلام ده يعني ومدير رياضي من الدنمارك ومش عارف ايه منين وده منين وده ليه وده تمام، كلها حاجات جميله جدا وبالعكس انا اتمنى ان هي تحصل لو لو تفيدني كنادي اهلي، ولكن قمت ماسك الورقه والقلم كالعاده حسبت البطولات اللي خدها صن داونز في اخر 10 سنين كم بطوله؟ بطوله واحده. ما هي بطوله واحده 2016. 2016 كم سوبر؟ سوبر واحد 2017. حسبت النادي الاهلي اللي بيقولوا عليه طريقته مش عارف ايه وبتاع والكلام والحكايه والروايه. النادي الاهلي في اخر 10 سنين وصل 6 مرات لنهائي دوري الابطال، خد منهم 3 والرابعه يعني خد منهم 3 وخسر 3، وصلنا كاس العالم 5 مرات او 4 مرات. وصلنا 3 برونزيه، خدنا 4 سوبر افريقي في العشر سنين الاخيره، فبالتالي لقيت ان الفرق كبير جدا. طب هو انا لا لا يعني اصل لا خلي بالك انت سمعت الكلام ده من بعض انا سامع وشايف انت بتتكلم يعني انا مش عاوز اقول يا جماعه طبعا صن داونز فرقه بامانه شديده انا شايفها رائعه وكل حاجه اعلى ورائعه في افريقيا. لا يعني هم كسبونا فنيا طبعا كسبونا، لكن ما توصلنيش تقول لي اصل الاحسن اهلي مين يا جماعه؟ ما ينفع، لا يجب ان يتم مقارنه النادي الاهلي. انا اسف جدا مش قصدي حاجه، ولكن بالارقام في اخطاء مننا طبعا، في تقصير، في تقصير، في ناس، في لعيبه كتير في الفرقه محتاجه تراجع نفسها. انا اول مره اشوف بطريقه الدفاع. يا جماعه هو في حاجه اسمها انه المدافعين بس هم اللي بيدافعوا؟ يعني برضو لا طبعا بتكلم فنيات، يعني برضو حاجه غريبه برضو. في ناس في حاله كسل وامر غريب. يا كابتن اسلام بامانه شديده كان يتوجب الامر منذ خساره دوري عامين متتاليين صحيح وتفوق افريقي كاسح بامانه شديده، وكان اداء الفريق متباين ما بين اداء قوي في على مستوى يعني بطوله افريقيا مستوى عالي جدا وتفوق مع موسيماني، وتراجع محلي بصوره غريبه جدا. يعني ايه مع فارق المستويات ايه اللي انت بتلعب بيقفل معاك وبتاع؟ وقعدنا نحكي في قصه فرقه بدم طبعا، ما هو لما يلعب الاهلي هيلعب قدام والتحكيم كان له دور يا استاذ محمود. انا اسف معلش يعني. بس بس احنا ما انا الجوانب انا بتكلم عليه على شكل فني، شكل الحاجات فني الثانيه ماشي اللي احنا بتقول عليها احنا مش مختلفين عليها صحيح، بس عمر الاهلي في تاريخه اللي انا حضرته معلش ما كان من احترام لاحد لم يتحدث عن التحكيم صحيح ابدا صحيح. ومش عاوز احكي يا جماعه مواقف لرؤساء مجلس النادي الاهلي سابقين بامانه شديده، ومنهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يرفض حتى هذا الكلام حتى لو اتضغط عليه بصوره او باخرى صحيح. لانه الاهلي دايما بيحصل مباريات في الملعب مش مستني حد يديله مساعده ونقول لا لا انا لا اقصد المساعده ما فيش مساعده. انا فاهم انا فاهم لا 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 ما فيش مساعده لا مش قصدي خالص لا 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 مش قصدي انا بقول لك ايه حتى لو تم الامر مساعده الاخرين بصوره باخرى مساعده الاخرين تعطيلك لكن انت دايما تبقى الامور بايديك لانك انت تمتلك صحيح تنهي طول عمرنا بنسمع هذا الكلام الحقيقه صح يا كابتن. اللي انا بقول لك ايه في جانب جديد ظهر من جمهور الاهلي غريب جدا برضو يعني ما عندهوش ايه مش عاوز اقول ايه يا اما منفعل طبعا الغالبيه شباب طبعا عاوزين فرقتهم يشوفوها بمستوى افضل من كده ده امر طبيعي جدا لكن ما يوصلكش الامر انك انت تحاول تنال من فريقك ومن جهازك الفني ومتحد مهما يكن لانه مش عاوز اقول لك ايه مش عاوز اقول لك مانشستر يونايتد خسر 7-0 ولما سالوا الراجل تنهاج المدير الفني بعد المباراه بيكلموه على سؤال واحد مذيع بتاع بعد المباراه بيساله سؤال بيقول له الخساره يعني انت شايفها يعني عشان انت لعبت كاس كهرباء والنهارده كذا كذا ولعبت مباراه ثانيه هل ده ممكن ارهاق وجهاد؟ على فكره سخر من الراجل اللي هو بيكلمه قال له ارهاق وجهاد ايه؟ دي ناس محترفين شغلانتهم كوره كوره ماشي بيتقاضى مرتب عشان الكوره عمله وهو الكوره ماشي بتتوفر له كل الامكانيات اللي انت شايفها دي
مجلس الاداره بالكامل واداره النادي وضعت كل شيء تحت فريق امر فريق كوره، سخرت كل الاجواء والامكانيات عشان توفر لك ان انت ماذا ينقص حتى تصبح يعني مش عاوز اقول قريب الشبه من هؤلاء، يعني اللي انت منتظره مدير فني على مستوى جهاز فني متكامل. طب هو لو طلب عاوز 50 60 واحد يشتغلوا معاه ماشي، مساعدين وجيب هنا يطور. لكن عاوز اقول لك ايه الكلام ده يا جماعه، في مشكله بس مشكله ابعد مما تتخيلوا. احنا عندنا ازمه على القاعده العريضه دلوقتي في مصر. بص على مستوى الناشئين وقص على منتخب الشباب وتعرف ان احنا وصلنا لغايه فين. شوف الاختيارات، قيم المدربين اللي بيختاروا الشباب والناشئين عشان تعرف الناتج اللي هيطلع لك بالثلاث اربع سنين عامل ازاي. لما يبقى النهارده كارلوس كروش يقول قبل كده ده انا عندي مشكله في التسليم والتسلم، ويجي النهارده بابا فاسيلو اللي هو المدير الفني بتاع البنك الاهلي يطلع يقول لك ده انا بعلمهم ازاي يباصوا. يعني عاوز اقول لك ايه، هنا انت عندك ايه؟ في مشكلة. اساسيات الكوره يبقى في مشكلة. الكوره مش موجوده. يعني انت بص على الماتش مختلف، طبعا ماتش عاوز اقول نتيجته مؤلمه صعبه جدا، محتاج الامور تعالج بحكمه. وفكر الناس بواقعه تعرض ليها النادي الاهلي في 2003 2004 عندما خسر في البطوله العربيه بنتيجه 4-0 من النادي الاسماعيلي. وقتها كان هناك موقف وبدايه انطلاق لوضع مختلف تمام جدا. كابتن حسن حمدي وقتها مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب واللي موجودين خدوا قرار وتوجهوا الشكر للمدير الفني، وفي ناس اتشطبت مش عاوز اقول الاسماء، وفي ناس تم ابعادها، وتم تدعيم صفوف فريق وبناء فريق في 2005 انطلق بفتره من الفترات. طيب الناس اللي موجوده مع فرقه النادي الاهلي حصل في 2019 معلش انا اسف، ما انا بكلم وحصل في 2019 نفس الشكل اللي انا بتكلم عليه. ماشي 2019 حصل لما حصل موقف مجلس الاداره خد موقف وفي ناس زعلت وفي قالت الخصومات كبيره جدا والمفروض، لكن رده الفعل يا جماعه كبيره. ده برضه معلش الخساره طبيعيه في كره القدم، لكن برضه النادي الاهلي يعني مش كده. عايز اقول ايه، الامر برضه مختلف بالنسبه لجماهير. والمباراه طبعا صعبه جدا، الاداء الفني متباين، الحاله اللي كان عليها اللاعبين حاله غريبه جدا مش مفهومه. يعني انت عاوز اقول لك ايه، لا محتاجه فعلا اللعيبه نفسهم مش عاوز اقول يبرروا المشهد اللي حصل ده ازاي، هيبرروه بايه؟ فوش تبرير. هتقول ايه؟ فوش تبرير. فدلوقتي يا كابتن اسلام انت مقبل على مباراه انا شايفها مباراه في منتهى برضه الخطوره، اما بتكون المباراه مش سهله طبعا ماشي، هيبان الفرق انك انت تجاوزت المرحله وما تجاوزتهاش. لا الامور محتاجه اكيد اداره النادي واداره الكره هيكون لها موقف في المرحله اللي جايه، في تغيير سياسات، في امور جديده، في استعانه بناس ثانيه، في تغيير الفكر. كل الكلام ده على فكره ايه؟ محتاج، ومحتاج سرعه، لانه ما عادش الامور انك انت تقدر تنتظر. الجمهور مش هينتظر، الاجواء المنافسين اللي حواليك كل ما انت تدور على حته تنور عاوز تاخدها بيخشوا معاك بيضغطوا عليك عشان يرفعوا السعر عشان ياخدوا. لابد يكون عندك سياسه مختلفه، البحث والتنقيب عن المواهب مهمه جدا في المرحله اللي جايه. انت محتاج فعلا شغل كبير جدا، واتمنى ان شاء الله تكون يعني مجلس الاداره واداره الكوره شافوا المشهد وقيموا. اللي انا كنت اتمنى على المستوى الشخصي ان يتم التقييم فيه من 2019، انه كان يبقى فيه على ما هو ده تم في 2019. انا بقول لك لا كان فكر يكون اوسع، يعني لما كنت وصلت للمرحله دي ان عندك مهاجم واثنين وثلاثه okay. عندك حراس المرمى واحد واثنين وثلاثه، عندك باك ليفت واحد واثنين وثلاثه، عندك تعرف الدولار كان بكام في 19 ودلوقتي بكام؟ شوف شوف انت، ما انا بقول لك يعني 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 برضه يا استاذ محمود بصراحه لما بتيجي تسمع الارقام الواحد بيتعرف يعني انت لما بتسمع مثلا 5 مليون دولار ما طبعا لا دولار 5 مليون دولار دول يعني كام؟ تحسبها عاوز اقول لك 150 مليون جنيه. طب كابتن اسلام اكيد انت الجمهور الاهلي ما عندناش ده اللي انا افهمه ما اعرفش صح يعني ما اعرفش ما عنديش معلومه برضو بهذا الامر، ولكن ما عنديش مشكله ان انا اجيب حد باي حاجه باي ارقام تتناسب معايا يعني عشان خاطر جمهور الاهلي، ولكن في نفس الوقت لما تدفع في لعيب يعني 150 مليون ولا برضو ارقام كبيره يمكن. وعلى فكره ما اعرفش بقى برضه عاوز اقول لك على حاجه، انت محتاج اعاده العلاقه حتى مع وكلاء الاعلام، لانه بامانه شديده الكره المصريه تدفع ثمن هؤلاء الجشعين. هناك صراع شرس على جمع اكبر قدر من المال. ايوه بزق لعيبه بتشويه بالبحث عن عاوز اقول لك على حاجه، لابد انت صحيح. تشتغل بنفسك على صحيح. فكره كابتن اسلام بامانه شديده لما يصل المرحله انا كشخص كمتابع انا ضد انك انت تبحث عن لاعب تجيبه لي من اوروبا. خلاص هو اتطبع بطباعه وفلوسه ورقمه بالنسبه لي. انا شايف لما تيجي تسال انت بتوع صن داونز او القريبين واكيد انت عارف عقودهم عامله ازاي. يعني العقود مفيش مقارنه ما بيننا وما بينهم. لا ليه شوف الناتج. بص يا استاذ محمود لا ما هو من ضمن الحاجات ما ده انا خلي بالك ما ده انا بلمه اليومين دول. يعني في لعيب عندهم اللعيب اللي في وسط الملعب 3 مليون دولار.
ما هو برضه رقم طبعا، لا مش رقم قليل ده، 3 مليون دولار اللي اتدفع في الترانسفير منه لي من يعني من النادي اللي هو فيه لسان داونز، دفع فيه 3 مليون ده غير مرتبه. ما هو برضه لا رقم كبير، لا رقم انت كبير عندك هنا ما فيش حد بيجيب 3 مليون دولار برضه. ومع ذلك بس جاب ايه؟ جاب ايه؟ جاب لعيب، جاب لعيب بيعمل ايه؟ لعيب كويس في نص الملعب. شفته ازاي في نص الملعب في الحركه عامل ازاي؟ لعيب كويس جدا وكل حاجه، هو فريق سان داونز فريق جيد. لا اتكلم عن هذا الامر، ولكن يعني في الاخر اصل الناس تقول لك اصل ده ب 200,000، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها ان هو ب 200 ولا 300,000، ما هو 200,000 300,000 دولار دول يعني كام؟ لا ما ده كام؟ 6 مليون؟ 6 7 مليون برضه، ما هو يعني برضه مش ارقام. على فكره المشكله يعني بامانه شديده الامر في الكره المصريه عاوز بامانه شديده وقفه. طبعا. في مساله عقود اللاعبين بامانه شديده، الامور لا، الناتج والمشهد اللي انت شايفه مشهد يعني بامانه شديده لا، مشهد محتاج بامانه الى اعاده النظر. الى اعاده النظر على فكره، ولابد ان الانديه تبقى واخده بالها واتحاد الكوره والقائمين على الامر، لان الامور لما اجي اقيم دلوقتي لما المدير الفني اللي هو كان مدير فني منتخب مصر قال لك الناس عندها مشكله في التسليم والتسلم اللي هي اساسيات اللاعب، يعني اساس اللاعب هي نقطه نجاحه هي التسليم والتسلم. اجي دلوقتي ابص على المشهد 18 و19 و21 وكلام مرعب وكلام كبير ومحاصل والنتيجه ايه؟ قد تكون الامور تغير، بس الواحد اللي احنا عقلنا ما لا يدرك هذه الامور حتى الان. ماشي اسلام، الصدمه لم تكن في الهزيمه من صن داونز حقيقي الخمسه، الصدمه كانت في افتقاد الروح والاستسلام الغير مبرر حقيقي وحاله عدم البناء. بامانه شديده هذا الامر كان نتيجته نتيجه تابع الاداء، كانت فيه ربنا سبحانه وتعالى عنده حكمه بيسترك مرة والتانية والخمسة والعشرة والألف، وبعد يقول لك لما انت ما بتتعلمش من كل المواقف خد بقى، بيروح خد بقى عندك بقى. انت بص التصرفات اللي حصلت في بعض المباريات، بص في مباراة الذهاب هنا 2-2 ماشي استهتار لا ضربة الجزاء ومين اللي سدد، بص في ماتش الداخلية الكلام ده ما كانش يحصل في الأهلي داخليه وفيوتشر، خلي بالك لو فاكر فيوتشر بقى بص في ماتش الداخليه وماتش فيوتشر باخد كوره عشان اشوطها واضيعها والكلام ده المفروض ده الكلام ده المفروض يبقى فيه عقاب في واحد ورقم واثنين وثلاثه يا كابتن اسلام. بص على الروح اللي الفرقه بتلعب بيها، خلي بالك يا استاذ محمود. لا انا برضو اصل انا سالت في هذه النقط، لا في واحد واثنين وثلاثه وكان محمد، ما انا بقول لك المفروض في واحد واثنين وثلاثه، ما هو مش واحد واثنين وثلاثه يا كابتن اسلام، كان موجود محمد هاني رقم واحد في ده في التدريب يا كابتن اسلام. هو انا بقول لك بقى عندي محمد عندي بص عندي عبد المنعم رقم اثنين في المنتخب صحيح ماشي صحيح المفروض مع كامل احترام. دي أنا على فكره انا هنا ما انا هنا ما بدافعش، ولكن انا بسال على معلومه، سالت على معلومه يعني المفروض ما اقولهاش كمان يعني، لكن قلتها اهو لانه في الاخر المدرب بيعمل ايه. في مدربين هي مدرستين يا استاذ محمود، المدرسه الاولى يقول لك ايه رقم واحد محمود صبري، محمود صبري قال ان هو مش عايز يشوط رقم اتنين اللي يشوط اسلام، رقم تلاته اسلام مش عايز يشوط رقم تلاته اللي يشوط خلاص. وفي مدرسه اخرى وهي السائده بالمناسبه بيقول محمود واسلام وعلي التلاته رقم واحد واتنين وتلاته خلاص، ما يقولش مين واحد ومين اتنين ومين تلاته. اللي شايف نفسه فيهم فنيا ونفسيا قادر يخش يشوط خلاص. انا ما اعرفش كولر من انهي مدرسه، ولكن جوزيه كان كده. ان جوزيه يقول لك ايه يعني، كان يقول لك ابو تريكا واسلام وبركات طبعا خلاص مثلا او ابو تريكا واسلام وعماد، اللي ده اللي قادر يشوط يشوط. كابتن محسن صالح مع الاسماعيلي كان كده، يقول لك الثلاثه اسلام رقم مثلا اسلام رقم واحد، اثنين وثلاثه اللي عايز يشوط يشوط، لو اسلام مش هيشوط واحد من الاثنين التانيين يشوط كده. فهي مدارس كل واحد له مدرسته وهي كلها صح خلاص. ففي الاخر مش معقوله اللعيب داخل النادي الاهلي هياخد الكره ويشوطها بدون ما يكون هو اللي لازم يشوطها، ده اولا. ثانيا مفيش لعيب في النادي الاهلي هياخد كره ويشوط وهو المفروض ما يشوطهاش ولا يعاقب، ده اللي انا اعرفه في النادي الاهلي. ده اللي انا بتكلم عليه، بقول لك ان المساله ترتيب. لكن هي انا بقول لك ايه، انت في حاجات كنت مميز بيها رقم واحد وقعت منك يا كابتن اسلام. انا كنت اتمنى اوكي مع مجيء كولر انه يرجع الامور دي. ابرز حاجه فيها ايوه روح الفنيه الحمراء،
بس كده روح الفنان. ايوه والله زي ما بكلمك صحيح، لو هو نجح ان هو يختار العناصر زي ما الناس تقول لك ايه احنا نفسنا في 11 لاعب زي اكرم توفيق. ايوه الناس بتتكلم كده صحيح. الناس صح. عاوزه راجل في الملعب عنده ما بيخافش اكرم الحاضر يعني الغائب. شوف يعني رغم الاصابات لكن عاوز اقول لك ايه، في الاصرار الناس عليها علامات استفهام بتبص على مين، على بعض اللعيبه شايفاه في الملعب واقفه يا كابتن اسلام صحيح تحركاتها. لكن انا عاوز اقول لك ايه، ان الامور في الوقت ده بالذات تحتاج حكمه رئيس المنظومه اوكي اللي هو رئيس النادي مع مجموعه عمل. طيب الحكمه دي هتتبعها ايه؟ ازاي تختار القرارات بالصوره المناسبه، ازاي تختار القرارات ومتى، معنى من كل مكان واصدارها امتى، وازاي انت عندك موسم ملتهب عندك فيه ايه، دوري دخل في المراحل الصعبه، عندك فيه نهائي كاس مقبل، عندك فيه كمان كاس جديد اخر ده. عندك كاس رابطه ديك انت بتفكر فيه خلاص، عندك بطوله لسه فيها امل، حاجات دي بتاعت ربنا تخرج او ما تخرجش خلاص، امر طبيعي جدا، هي دي الكوره طبيعي جدا وتتعلم من درسك وترجع اقوى. بالظبط كده. لكن عاوز اقول لك ايه، لابد كل المشهد ده كله يخليك تعيد. انا عاوز افهم اكيد كابتن هيبقى هيطلب رسميا تفسير مبرر الكلام ده بعيد عن الكوره، اكيد هيبقى في قرار وفي تحرك وفي ناس وجوه جديده. على فكره انت محتاج غربله ها في المشهد العام، الناس عاوزه تشوف حاجه جديده، عاوزه ترجع النادي اللي ارتبطت بيه طول عمرها اللي بتحبه. صحيح الروح والاصرار يا كابتن هم. لكن عموما خلينا طبعا طبعا انا مع حضرتك في هذه الامور، لكن خلينا ننتظر ماذا سيحدث، لانه هناك من يختار التوقيت طبعًا. اللي يختار فيه متى يتم اسلام يقعد، محمود يمشي، اسلام اصله بيلعب باك رايت فما ينفعش يمشي. بس هو حضرتك الجزئيه انا بقول للناس يا جماعه وكل محبي وعشاق النادي الاهلي، يا جماعه لازم تبقى فاهم انه مجلس الاداره ان هو عمل النجاحات ووصل وراح الكلام ده ما يتمناش اللي حصل، لازم تبقى فاهم ان هو اكتر منك وحريص جدا لانه عارف في موقف في غايه الصعوبه انت ما تعرفوش، مش لازم هو يتقال لك. الامر فعلا صعب على الجميع وعلى كل اهلاوي اخلص ود للمكان وللكيان الكبير جدا، حزنك مقدر وعلى الرسم فوق، لكن بامانه شديده اعتقد انه الكلام اللي حصل ده هيكون في نقله ثانيه مختلفه في المرحله الجايه، بس بالكلام بيتم بهدوء في هذا التوقيت، لانه ما ينفعش النهارده نهدم المعبد على الكل وانت توقع الدنيا. صحيح ده امر طبيعي جدا، ننتظر نكمل ونتمنى ان اللعيبه يستوعبوا الدرس، واكيد هيبقى في حاجات كويسه ان شاء الله في المرحله الجايه. طيب خلينا نشوف تقرير عن استعدادات او ختام استعدادات النادي الاهلي للقطن الكاميروني، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. استاذ محمود خلينا نروح بقى للمنتخبات الوطنيه بشكل عام. انا عندي مشكله في موضوع المنتخب الاولمبي ان هو هيتم تجميعه يوم 15، هيلعب مباراه وديه يوم 18، يكتمل يوم 20، بمعنى ان هيلعب المباراه بدون لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر لانهم مع افريقيا، عنده اولى مبارياته الرسميه يوم 22 قبل رمضان بيوم، رمضان 23، المباراه الثانيه في زامبيا يوم 26. وحتى هذه اللحظة أنا الحقيقة طالبت الدكتور أشرف صبح امبارح أن يكون هناك طائرة خاصة للمنتخب الأولمبي علشان تساعد على الأقل في توفير يوم مثلا، لأنه هيبقى سفر وصيام من هنا لزامبيا أعتقد 13 ساعة أو 12 ساعة حاجة كده، وبالتالي هيبقى الموضوع صعب جدا جدا جدا. فهل ننتظر فشل آخر لمنتخب من المفترض أن احنا بنعول عليه كثيرا يعني؟ مش عاوزين احنا نصدر الروح دي برضو، انا مش عاوز اقول لك واطلع بالمستند الثاني يعني، لا بامانه شديده لا ده هتبقى مشكله، تبقى مشكله كبيره جدا. واعتقد انه الدكتور اشرف صبحي عمل اجتماع مع مجلس اداره اتحاد الكوره من حوالي يومين ثلاثه بالظبط بكتير، اتكلم معاهم في المنطقه في الكلام ده، انه كل الامور كل الحاجات اللي هتطلبوها يتم تكليفها. واعتقد ان الدكتور اشرف مش هتاخر عن دعم المنتخب، لانه طبعا بامانه شديده يسافر برحله ويوصل يوم 24 يعمل تمرين 25 ويلعب مباراه يوم 26، لا امر صعب. اولا كمان لا وزامبيا فريق كويس جدا، انا بكلمك منتخب كويس جدا، انا بكلمك الفريق المساله دي عامله مشكله للراجل، وكمان عنده مشكله تانية، هو طلب من كابتن محمد بركات تشوف له حل، ان حراس المرمى بتوع المنتخب ما بيلعبوش اصلا مع انديته يعني، طب هنلعب ازاي يعني فين الرجل الموجوده في الملعب؟ حتى برضو عنده العناصر، برضو غالبيه العناصر اللي موجودين الاساسيه تشكيله اللي عند المنتخب برضو ما بيلعبوش بصوره دايما، مش كلهم بيلعبوا مع انديتهم، الغالبيه يعني دايما إيه؟ المنتخب الاولمبي دايما هو دايما كده. بس عاوز اقول لك ايه برضو، دي من الحاجات اللي هم، فاعتقد انه الامر برضو هيبقى في حاله، طبعا هيكون في حاله ضغط شديد عليهم، مباراه ان هنا
مباراه زامبيا اللي هتقام هنا يوم 22 لابد من تحقيق نتيجه كبيره جدا، لانه طبعا منتخب زامبيا طول عمر زامبيا ومعانا المنافسه بتبقى كبيره جدا، وتاريخنا يعني مش عاوزين نقول كتير جدا في زامبيا مره بتخرجنا واحنا بنخرجها ونعمل شغل، لكن المره دي تكلفه كبيره جدا، مدير فني برازيلي ومرتب وشغلانه وجهاز فني متكامل، اعتقد الامر هيبقى في غايه الصعوبه يا كابتن اسلام، لانك انت كمان بعد المنتخب الاولمبي داخل على طول في معسكر مع المنتخب الاول كمان، ومباراتين ملاوي برضو ذهابا واياب، خلاص الامور بقت ضيقه، فاعتقد انه يعني ان شاء الله يعني اتمنى لهم التوفيق ويغيروا الصوره خالص وفكروا ويبصوا يكون عندهم الحماس والاصرار والروح ان هم يقدموا وجه مختلف وصوره بعد يعني عاوز اقول الازمه والصدمه برضو اللي عملها منتخب الشباب اللي كانت صدمه شديده جدا. انا بقول لك منتخب ناشئين ومنتخب طبعا شباب يعني 2006 2003 2003 لا صعب يعني لا بص عاوز اقول لك على حاجه برضو، انا شفت فتره الاعداد مش كافي برضو يعني بامانه شديده كان المفروض يكون في برنامج اقوى من كده لعب على الاقل بعد وجود الراجل ده على الاقل من 5 6 مباريات، يعني حتى لو هتروح تلعب بره لو هتسافر كان المفروض الولاد والمدام غالبيتهم مش اساسيين يتفرغوا للمرحله دي مش من دلوقتي من قبل كده، يعني مش عاوزين نطلع من مشكله يا كابتن اسلام انه لو غاب لاعب المنتخب الاولمبي الفريق بتاعه يقول لك انا مش هلعب، يعني الكلام ده خلاص يا جماعه يعني انت عندك قايمه فيها 30 و35 مش هتوقف الدنيا صحيح. فالامر عاوز اقول لك على حاجه بامانه لا في يعني مواجهه صعبه جدا، اتمنى تحقيق نتيجه كبيره جدا يضمن فيها المنتخب انه يعود ان شاء الله ويتاهل للتصفيه النهائيه اللي هتقام في المغرب باذن الله. ان شاء الله دكتور اشرف صبحي يوافق على طائره خاصه ان شاء الله لمنتخبنا الاولمبي تساعد هذا المنتخب خلال الفتره القادمه في ظل ضغط برضه مباريات صعبه جدا. برضه استعدادات المنتخب المصري الاول لاول مباراه رسميه لفيتوريا امام ملاوي. طبعا لا شك طبعا ده اول ظهور الناس منتظره بقى فيتوريا بقى والهيصه والحدوته ولعب مباراتين وديتين اعتقد يعني الناس برضو شافت انه المستوى مش قوي، طبعا ده امر طبيعي جدا عشان بس الناس ما يعني ايه ما تطفرش الامور اكتر او تنخدع، لا لسه في شغل كبير جدا. بص كمان على الوضع العام بتاعه يعني بص على المسابقه بص على الناتج بص على المواقف بص على الاصابات بص على الغيابات بص على النتائج للاهلي بص على نتائج الزمالك باقي الانديه برضه على فكره يا جماعه برضه دي من الحاجات اللي هتحتاج شغل كبير جدا من الاداره الفنيه للمنتخب انه يتجهز بالاضافه للمحترفين يعني محمد صلاح وعندك اللي موجودين طبعا لا شك ان محمد صلاح على راس المنتخب، لكن الامر بامانه شديده احنا بنمر بمنعطف خطير جدا على الصعيد العام، الكره المصريه بامانه شديده محتاجه بالفعل نقله كبيره جدا ووقف الضمير، لا هي بتشكيل لجان ولا هي كذا، لا اذا لم يتم هناك وضوح في الرؤيه من خلال قاعده الناشئين وشغل الاكاديميات واللي عمل دمر كل حاجه، اول مره في حياتي اشوف انه اللاعب عشان يلعب كوره يدفع فلوس، شفتش الكلام ده، شفت ان هو يدفع له فلوس، يعني موهبه وانا بدور عليه وبشتريه واجيبه واحطه في مكان، دلوقتي عشان تلعب محتاج واسطه، محتاج مش عارف ايه، محتاج الكلام ده المفروض يا جماعه خلاص انتوا شايفين المشهد الناتج زي ما احنا شايفين، يعني ما يصحش الدوري المصري كله ما فيهوش مهاجم يلفت النظر تحط عليه العين، يعني امر في غايه الخطوره، لانه الامر يا كابتن قلته لك واتكلمنا معاه فين، قلت لك الامور لازم يكون فيها وضوح بمعنى انك انت لابد من جيل جديد من المدربين، انت ما عندكش العين اللي بتختار، يعني انت ايه قارنها وبصها وهدي لك مثال واحد يمكن احنا اتكلمنا فيه واحنا لسه قبل ما ندخل هنا اختيار محمد عبد المنعم وعودته النادي، مين كان صاحب القرار فيها؟ ظهوره مع المنتخب اللي اختار محمد عبد المنعم مين؟ كارلوس كروش، يعني برضه رغم شوف كروش على اختلافك معاه انت هو برضه كان عنده عين، ممكن انا مش مقتنع بيه كمدرب ها لكن شوف بص فيه وجابه اصبح مدافع منه. انت بصيت عليه كان دايما اعاره في اعاره في اعاره، المشكله هنا ايه يا كابتن؟ محتاجه بامانه شديده جدا مساله العين دي، اولا الرقم الاساسي فيه اولا دي موهبه، يعني في ربنا ناس بيديهم كده واحد ديهم طلة وبصه كده بيعرف يجيب، الحاجه الثانيه في شغل يعني في ايه في دراسه في خبره في كده، انت محتاج بامانه المشهد والمدربين اللي انت شايفين بص على اختبارات الناشئين وشوف الناتج عامل ازاي، قول لي بتختار ناشئ يعني قول لي اطلع مدرب قول لي بيختار الناشئ على ازاي ايه تقييمه بيختاره في ايه، بص اشوف اللي بره واللي اتطوروا ازاي والالمان عملوا الاختبارات بيعملوها ازاي، ده قياسات في غايه الخطوره،
ده بيقيسه فنيا وصحيا وجسديا وبنيانا كل حاجه، وبيعمل دايما له حاجه، مش تقسيمه 15 دقيقه ومد ظهري للملعب وبختار مين اللي جاي يا كابتن. بامانه شديده دي قضيه، دي ضمير امه. يعني ايه ضمير امه؟ ده مشروع، دي صناعه محتاجه بامانه شديده ناس. مش كل واحد بطل كوره واعتزل يا جماعه ينفع مدرب، لان تعالى اقول له اعمل لي وحده تدريبيه، قول لي هتعمل ايه، هتختار لازم يتعلم. انا بكلمه لابد من التعليم، لابد من التعليم. الخبره بتفرق برضه. طبعا. لا بس خلي بال حضرتك برضه، الواحد ياما شاف. يعني انا لو قلت لي اعمل تمرين لمده اسبوع هعمل، انا ما بحبش التدريب اساسا، لكن لو قلت لي هقول لك هعمل. ليه؟ لان بشوف، شفت طبعا، شفت على مدار 30 سنه. لكن التعليم طبعا انا بكلمك. بص طبعا شفت على 30 سنه وقعدت وروحت وشفت ده بيعمل ايه واتكلم، لكن انا بكلمك دلوقتي بامانه شديده لا، يعني الوضع اختلف. طبعا الوضع اختلف طبعًا. والامر اللي انت شايفه طبعا المواهب قلت، فانت محتاج تدور على حاجه وتبرزها وتلمعها، هتحتاج صحيح. منك جهد وعمل. عشان كده الاختيارات من تحت يا كابتن لابد ان تخلو من المصالح، لابد صحيح. ان تخلو يكون هدف. انا مش عاوز بطوله في الناشئين على فكره. يعني الاهلي جه فتره قال لك المدرب اللي هيطلعني ناشئ هيكون ليه مكافاه كذا رقم. اوكي ماشي، واعتقد هذا الامر موجود. انت لازم تضاعف الرقم بره واثنين وثلاثة للي يكتشف لك حاجة. انت محتاج فعلا، يعني اقول لك ايه، انت محتاج بعد سنتين زي ما بنسمع ونشوف يا جماعة وتعبنا من الكلام، انا محتاج باك رايت بعد ثلاث سنين عشان فلان هيبطل، انا محتاج ديفندر فتشوا لي عليه شوف. يعني عايز اقول لك ايه، ده شغل الادارة الرياضية. يعني ايه من مميزاتها؟ انك انت عندك فريق عمل تبقى عامل يستطيع ان هو يقود خلال. عايز اقول لك صحيح صحيح، منتخب مصر بامانة شديدة هو نتاج للايه؟ للاندية. الاندية في محنة؟ محنة. الموقف صعب بامانه شديده، محتاج تكاتف الجميع ومحتاج وقفه واصلاح من اجل هذا الوطن. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل التوفيق للمنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا استاذ محمود على وجودك معانا، دايما بنستمتع بحضرتك. شكرا جزيلا للاستاذ محمود صبري. زي ما قلت لحضراتكم هنبتدي بقى نقفل على مباراه سان داونز، ليس نسيانا وليس اي شيء، ولكن عندنا مباراه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه، وبالتالي ابتداء من بكره ان شاء الله نبتدي نتكلم فقط على هذه المباراه الهامه جدا بالنسبه لنا. اكسب وبعد كده ربنا يسهل ويسيب الامور تمشي كيفما اراد ربنا ان شاء الله، ان نكون متواجدين او لا خلال الفتره القادمه. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.